وجمع داود ايضا جميع المنتخبين في اسرائيل 30,000. ده هيجيب ربنا باحتفال بزفة عسكرية، لان ربنا ده هو ايه اسمه؟ رب الجنود، هو القائد. فجاب له الجيش كله 30,000 من الفرازة يعني المنتخبين. وقام داود وسهد هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبين. فاركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت ابي نداب الذي في الاكمة. الاكمة يعني منطقة مرتفعة صغيرة اقل من جبل. وكان عزة واخيه ابن ابي داب يسوقان العجلة الجديدة. عزة واخيه دول كانوا من اللاويين، لان ابي داب ده كان من اللاويين. وحملوه من بيت ابي نداب الذي في الاكمة، وكان عزة واخيه ابن ابي داب يسوقان العجلة الجديدة. فاخذوها من بيت ابي نداب الذي في الاكمة مع تابوت الله. وكان اخي يسير امام التابوت، وداود وكل بيت اسرائيل يلعبون امام الرب بكل انواع الالات من خشب الصلو وبالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوق وبالصنوك. ولما انتهوا الى بيدر ناخون مد عزة يده الى تابوت الله وامسكه، لان الثيران انشمصت. انشمصت يعني هاجت ورفصت. فحمل غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لاجل غفلة، فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داود لان الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمى ذلك الموضع فارس عزة، اي اقتحام عزة، الى هذا اليوم. وخاف داود من الرب في ذلك اليوم، وقال كيف يأتي الي تابوت الرب؟ اذا كان في غفلة حاجة بسيطة يعني في نظره، عمل الشغلانة دي كلها هيجي يعمل معايا ايه؟ لان كل يوم بغلط. ولم يشأ داود ان ينقل تابوت الرب اليه الى مدينة داود، فمال به داود الى بيت عبيد ادوم الجتي، وبقى تابوت الرب في بيت عبيد ادوم الجتي 3 اشهر، وبارك الرب عبيد ادوم وكل بيته. المشكلة مش في مجرد ان هو مد ايده وسند التابوت، المشكلة في حاجة اكبر من كده خالص. هو بحسب الفكر احنا نعمل لربنا يعني زفة تمام، 30,000 منتخب، وبعدين يعني نعمل له حاجة شيك كده، عجلة جديدة احنا لسه عاملينها ايه جديد ما استخدمتش قبل كده، ونعمل له مركب او موكب والعجلة دي تمشي بالزفة بهية. وقد يكون خد الفكرة بتاعت العجلة دي منين؟ لا، من الفلسطينيين اللي عملوها لما ضربوا بالبواسير. بس ربنا قبلهم منها، دي حاجة لانهم وثنيين، لكن ما يقبلهاش من ايه؟ من شعبه. ليه؟ لان كانت الوصية واضحة جدا ان الله لا يحمل على العجلة، لكن الله يحمل على الاكتاف. كانت الوصية في سفر العدد ان مفيش حاجة تشيل، مفيش حيوان يشيل الله، لكن يحمل على الاكتاف، واللاويين هم اللي يحملوه. وحتى صنع التابوت لما موسى عمل فيه دواير عشان تخش فيها عصاوين عشان الناس تشيل، عشان اللاويين يحملوه ايه بيها. الله مش عايز المنظر او الشكل الحلو والشياكة، لكن الله عايز ان الاكتاف هي اللي ايه تحمله، ان الانسان هو اللي يحمله. ربنا مش عايز اللي لينا امكانياتنا العجلة الجديدة، لكن ربنا عايزنا احنا، عايز قلوبنا احنا هي اللي تحمله. عزة كان يستاهل فعلا، لان عزة ده كلاوي، والتابوت قعد في بيت ابوه مدة 70 سنة، كان كثير جدا انه يعرف الناموس والشريعة ان الله لا يحمل على عجلة. وان ربنا قال لهم كده، ما هو اللي كان متسيطر على الموقف، هو القائد، كان بقاله 70 سنة يعرف كده ان في حاجتين، ان التابوت يحمل على الكتف، ثاني حاجة ان محدش يمس التابوت، ان التابوت يعني مش كل واحد يخبط فيه حتى لو وقع. دي هي خطته
انه افتكر انه ممكن يسند الله. يعني ربنا هيقع والانسان هو اللي ايه بيسنده. الله لا يسند بايدي انسان، الله يسند الانسان، مش الانسان هو اللي يسند ربنا. زي تلاقوا الجماعات المتعصبين في فكرهم اللي ممكن يعني يتخانق عشان بيدافع عن مين؟ عن ربنا. لا، ربنا يعرف يدافع عن ايه؟ عن نفسه. وده كان يورينا اخطر حاجة ان الانسان يستخف بالامور الدينية وبكلام الله ويحاول انه يعمل على مزاجه من غير ما يعمل اللي ربنا بيقوله له. الكلام ده لو ما كانوش يعرفوا زي الفلسطينيين كان ممكن ربنا يعديه، لكن لناس يعرفوا واهملوا الدراسة واهملوا ان هم يعرفوا مشيئة ربنا وينفذوها، الموقف بيبقى صعب. عشان كده حمى غضب الرب على عزة، وفي واقع الامر دي كانت لطمة لمين؟ لداود. لان الخطة دهيت كانت غير متوقعة. داود حاسس انه بيعمل حاجة حلوة جدا، حاسس انه هو بيفرح قلب ربنا، برتل المزمور وحاسس كده يعني ان ربنا مش مستريح، ربنا كل شوية في بيت من بيوت الناس ومالوش مكان. كيف اعطي لعيني نوما ولأجساني نعاسة وراحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. وبعدين راح دخل لموضع الغابة وجابه، قم يا رب الى راحتك انت وتبوت موضع قدسك. ده هدفه انه يريح ربنا، هدفه انه يبسط ربنا. كان عظم داود انه مشغول لان حس ان ربنا ريحه، هو كمان كان عايز يريح ربنا. لكن المشكلة انه فوجئ بموقف غير متوقع، ده معناه اهانة كبيرة جدا لداود ان لكل الترتيبات اللي عملها داود دي في لحظة تبوظ، كأن ربنا مش راضي عن هذا العمل. لا، هو ربنا بيقول له لو انت عايز تريحني، لو انت عايز تفرحني مش بشوية شكليات بزيطة وبتلاتين الف رجل منتخب وبعجلة جديدة، لو عايز تريحني اعمل اللي انا بقوله لك. لو عايز تفرحني اعمل اللي انا بقوله لك، عيش اللي انا بقوله لك. لو عايز تهيئ لي موضع راحة، دي حاجة تانية خالص. انا فرحان بيك، تقوم تحول الفرح ده للحزن عشان تفرح يا حبيبي بيا. لازم تفرح صح، تفرح مش باي حاجة، لكن تفرح وفرحتك دي تتحقق، تفرح صح. ده يعني كده يمكن داود قاعد يفكر، طب ما انا كدبت قبل كده، طب ما انا ضعف ايماني قبل كده، طب ما انا غلطت، طب وانا هفضل ما هغلط؟ لا، بلاش التابوت ده يجي دلوقتي، احسن اذا كان من لمسة حصل الحكاية دي، امال بقى لما هغلط في حق التابوت؟ ما انت فوتتلي يا رب قبل كده كتير، اشمعنى دي اللي ما فوتتهاش؟ بس دي تفرق بقى، دي انت عارفها كويس ومفيش حاجة تمنعك ان انت تعملها، مفيش عوائق اي حاجة. داود كان من حلاوته انه لما يحس ان الموضوع عك ما يكملش، لكن يقف شوية يفكر. فوقف شوية يفكر في الوضع ده كله ليه حصل، وصل لنتيجة حلوة قوي هقولكم عبارة كده يتفكروا فيها وتاخدوا راحة. مش انت اللي تلمس التابوت، لكن التابوت هو اللي يلمسك. مش انت اللي تلمس التابوت، لكن التابوت هو اللي يلمسك. هناخد راحة ربع ساعة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، القدس الاله الواحد امين. مبارك انت يا رب يعمل. شفنا ان داود بيتمسح ثلاث مرات، وكأن الله بيلمسه ثلاث لمسات في حياته. في واحد يقول يعني هو المسحة الاولانية ما كانتش كفاية، المسحة اللي ادهاله داود. الحقيقة ان ربنا كان قبل ما داود يبتدي مرحلة جديدة من حياته كان لازم يلمسه لمسة، كان لازم يمسحه بمسحة، مسحة تتفق مواهبها وعطيتها مع المسؤولية الجديدة اللي هو بيتسلمها. فالاول خالص لما ابتدى يغير مجرى حياته من رعاية الغنم لكي ما يصير ملك
اداله المسحة الاولانية. المرة التانية لما اعلن فعلا كملك على يهوذا اداله مسحة تتفق مع هذا العمل. في المرة التالتة لما بقى ملك على كل اسباط اسرائيل اداله المسحة التالتة عشان يديله الامكانيات اللي تتفق مع اتساع الملك ده. وكأنك حاجة حلوة جدا في حياتنا لازم نتعلمها ونختبرها في علاقتنا مع ربنا، ان قبل ما نبتدي خطوة جديدة في حياتنا احرص على انك تاخد لمسة من الله. قبل ما تبتدي اي مشروع جديد في حياتك او تنتقل الى مرحلة جديدة في حياتك، تنتقل من مرحلة المدرسة الى الجامعة المجتمع المفتوح، احرص انك تاخد لمسة من الله. تنتقل من مرحلة الجامعة والدراسة لمرحلة الحياة ومعترك الحياة، خد لمسة من الله، مسحة من الله. لما تيجي تتنقل من مرحلة العمل الى مرحلة الاسرة وتكوين البيت، انت محتاج للمسة من ربنا، لمسحة من الله، علشان المرحلة الجديدة اللي تخش فيها دي يبقى ربنا موجود فيها وتبقى مخصصة ومكرسة ومفرزة لله. عشان كده الانسان الروحي هو اللي باستمرار يحرص ان تكون له المسحة او اللمسة المتجددة. في مرة من المرات كان في انسان اعمى وجي للمسيح، والمسيح حط ايده على عينيه وقال له شايف؟ فقال له انا شايف الناس يمشون كخيال كاشجار، شايف شوية لكن الرؤية مش واضحة. يقول المعلمة مرقص ان مد يده ولمسه مرة ثانية. قد اكون محتاج الى لمسات متجددة لربنا في كل خطوة او في كل مرحلة انا بخش فيها في حياتي. مين فكر بقى مش انت تلمس التابوت لكن خلي التابوت يلمسك؟ حد فكر؟ اذا ما كانش حد فكر انا مش قايل. نكمل نشوف ان داود بعد ما لقى الموقف صعب، مش حدش يبتدي يفكر دلوقتي، حد يكون فكر. لما داود حس ان الموقف بقى صعب بالنسبة له، طلب فرصة لمراجعة كل حياته وكل الخطط وكل الحاجات اللي كان بيعملها. فاخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد ابيم وكل ما له بسبب تابوت الله. الله، ده حاجة عجيبة. يعني واحد ربنا التابوت يموته والتاني ربنا التابوت يبارك في كل ايه ماليه. وعشان كده مش كل اللي لمس بياخد اللي عايزه، لكن اللي بيتلمس هو اللي بيقدر بياخد بركة. فذهب داود واصعد تابوت الله من بيت عبيد ادوم الى مدينة داود بفرح. رجع للفرح التاني، بس هي العملية مش كده، لان لقى ده يعني ربنا بارك له امغار منه قال طب ناخد البركة دي عندي. لا، الفترة ده هي فترة الثلاث اشهر اللي قاعد فيها يفكر داود بتتكلم عنها بالتفصيل في سفر اخبار الايام اصحاح 15، اخبار ايام الاول اصحاح 15. نقرا بعض الايات منه كده. لما داود قاعد يراجع الموضوع، ففي عدد 2 حينئذ قال داود ليس لاحد ان يحمل تابوت الله الا اللاويين، لان الرب انما اختارهم لحمل تابوت الله ولخدمته الى الابد. دي اول حاجة راجعها ووصل ليه. فراء عمل ايه في عدد 11؟ ودعا داود صادوق وابيثار الكاهنين. صادوق ده قعد في مكان التابوت الاولاني في الخيمة اللي كانت موجودة، فخلاه زي ما هو رئيس كهنة، وعين ابيثار اللي لف معاه اللفة بتاعته رئيس كهنة عنده في اورشليم. فالاثنين كانوا بيعتبروا رؤساء كهنة. بس صادوق ما كانش من نسل عالي، كان من نسل اثيمار، لكن ابي ثار ده كان من نسل عالي الكاهن.
واللويين أرؤيل وعسايا يرؤيل مجموعة، وقال لهم أنتم رؤوس أباء اللويين، فتقدسوا أنتم وإخوتكم وصعدوا تابوت الرب إله إسرائيل إلى حيث أعددت له، لأنه إذ لم تكونوا في المرة الأولى اقتحمنا الرب إلهنا لأننا لم نسأله حسب المرسوم. اليوم الموضوع من خطورة، احنا هنكرر المحاولة تاني بس المرة دي هنستعدلها صح. اول حاجة اوعى يكون فيكم حد هيحمل التابوت وهو غير مقدس، اتقدسوا انتم واخواتكم، طلع الغلط عشان ربنا يستريح ونقدر نفرح بيه. وبعدين قال لهم المرة اللي فاتت ربنا اقتحمنا لاننا لم نسلك حسب المرسوم، فتقدس الكهنة واللاويين ليسعدوا تابوت الرب اله اسرائيل، وحمل بني اللاويين تابوت الله كما امر موسى حسب كلام الرب بالعصي على اكتافهم. والعصايا اللي محطوطة على كتف دي على طول رمز صليب، صليب اللي شال المسيح، اللي حمل المسيح. بعدين قاعد يجهز فرق فرق فرق، وفي عدد 22 يقول لكن ينمي رئيس اللاويين على الحمل مرشدا في الحمل لانه كان خبيرا. يعني كان ده رئيس اللاويين، تعرفين اللاويين كان من ضمن وظائفهم حمل الخيمة، حتى الشيل كان محتاج خبير، فراح دور على حد يكون عنده خبرة بموضوع الشيل ده وادهاله، وعين 2 بيابين للتابوت وكهنة تضرب وتنفخ بالابواق امام تابوت الله. وبعدين ابتدوا يتحركوا من بيت عبيد ادوم بفرح. ولما اعلم الله للاويين حامل التابوت عهد الرب ذبحوا 7 عجول و7 كباش. نرجع تاني لصموئيل التاني. وكان كلما عدد 13، وكان كلما خطى حاملوا تابوت الرب 6 خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا. كل ما يخطوا 6 خطوات يعملوا ايه؟ يذبحوا ذبيحة للرب. خدوا بالكم من رقم 6 ده يرمز باستمرار للانسان. كل ما يخطو الانسان 6 خطوات تكون الخطوة المكملة ذبيحة، ان الذبيحة تكمل جهاد الانسان. اما فيات كتير الانسان يقول طب نعمل ايه؟ نعرف ايه؟ اللي انت تعرف تعمله اعمله، تقدر تمشي 6 خطوات خلي الذبيحة هي اللي تكمل ما عجزت ان تفعله. باعلان الفرح ان هم نجحوا يمشوا بتابوت الرب 6 خطوات، الذبيحة تكمل لهم الباقي. وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب، بيرقص من قلبه بفرح وبكل قوته. وفاكر الآية تحب الرب إلهك كل قلبك ومن كل فكرك، وهو دلوقتي بيعبد ربنا بكل قوته، مش يقول كفاية طب يعني الواحد يحرك دراعه كده اهو يعني اسمه بيرقص قدام ربنا. فيات كتير بنعمل الحكاية دي، ربنا يعرف كويس اي اللي بيعبده بكل قوته من اللي يقول طيب كويس ان هم فوت النهاردة صلاة باكر ولا صلاة الساعة التالتة، كويس بركة جت ايه منهم، اصل واحد تعبان بقى صدع. لكن فرق بين واحد بيعبد ربنا على قد ما يقدر فعلا، وبين واحد يعني بيحس انها بركة ان حاجة فلتت يعني شالت حاجة من علينا. لا، هو مش واجب، ما هوش فرد. اللي عايز يعيش مع ربنا يحيا بارادته، وما تخافش محدش هيدينك. لو مش عايز تحضر وتعيد تقوم محدش هيقول انك وحش، لان الله يعلم هو ما في الداخل، الله يعلم ما في داخل الانسان. لكن الله يميز جدا بين اللي بيعبده بكل قوته وبكل رغبته من الانسان اللي ليه شوية شكليات نقعد بس عشان ما يبصلناش ولا ما يكلموناش كلمة ولا ما يقولوناش حاجة، لكن بركة لو هو خلص بدري يعني يخلصنا منه. وداود يرقص بكل قوته امام الرب، ويمكن قال نطق بالمزمور الحلو المفرح جدا، هللوا للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا امامه بالتهليل. ان اللي عايز يعبد ربنا وعايز يعيش مع ربنا لازم يكون في حياته فرح،
مش غصب عنه، مش بكآبة ولا بتبدر ولا بتذمر ولا بشكوى، لكن اعبده بكل قوتك. قوتك قليلة، اعبده بقوتك القليلة، لكن خليها كل قوتك، خليها كل قوتك، كن امين انك فعلا بكل قوتك. هو بيطالبش قوة جبارة، لكن بيطالب بكل القلب وبكل القوة. ادخلوا امامه بالاعتراف، مزمور 100، ادخلوا امامه بالاعتراف، ادخلوا ابوابه بالتهليل، اعترفوا له وباركوا اسمه، فان الرب صالح هو الى الابد رحمته. نحن شعبه وغدا مرعاه، هو صنعنا ونحن له. عشان كده بيرقص بكل قوته، لان حاسس ان اللي اوجده ربنا هو لي ونحن له. وكان داود متنطقا بافود من كتان، ما كانتش الجبه الملوكيه تنفع انه يرقص بيها، كانت عتعوقه. فلبس قميص بسيط جدا من كتان، كتان ده لونه ابيض، رمز النقاوة والطهارة. بيعبد ربنا بفرح، بيعبد ربنا بكل قوته، بيعبد ربنا بكل نقاوة، بيعبد ربنا بالتضاع، لانه خلع الجبة الملوكية. ملك ايه ده اللي يمشي قدام التابوت؟ جبة ملوكية ايه اللي تمشي قدام التابوت؟ يتخلى عن كل مجده قدام التابوت. فأصعد داود وأدنيا بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود، أشرفت ميكال بنت شاول من القوة، ورأت الملك داود يقتل ويرقص أمام الرب، فاحتقرته في قلبها. حست يعني ده زي العبيد التافه السفيه ده، برغم إنه كان يرقص أمام الرب مش أمام الناس. ده هي ما شافتش في الرب، هي شافت الايه؟ الناس. كان بيحب ربنا بكل قلبه، قد تكون غارت منه ايه ربنا ده اللي بيحبه اكتر مني للدرجة دي يعني، لكن اللي قالته في قلبها حيظهر على لسانها. فادخلوا تابوت الرب واوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي نصبها له داود، واصعد داود محرقات امام الرب وذبائح سلامة. ولما انتهى داود من اصعاد المحرقات وذبائح السلامة، بارك الشعب باسم رب الجنود، باركوا اسمه واعترفوا له. اعلن ان رب الجنود هو الحاضر في وسطهم، وقسم على جميع الشعب، على كل جمهور اسرائيل رجالا ونساء، على كل واحد، ادى لكل واحد من الشعب دول ثلاث حاجات لطاف قوي: رغيف خبز، كأس خمر، وقرص زبيب. دهم ثلاث حاجات لكل واحد: رغيف خبز، خبز خمر، وقرص زبيب. اهتم جدا بانه يوصل لكل واحد ثلاث حاجات دول، اصل الثلاث حاجات دول رمز الشركة، رمز حياة الشركة. زي ما بنشوف ان رغيف الخبز ده كان عبارة عن حبات قمح متمطورة في حقول مختلفة، جت واتجمعت واتطحنت وبقت خبزة واحدة، اشتركوا في حاجة واحدة. وزي كأس الخمر دي ما كان عبارة عن حبات عنب متمطورة في كرون مختلفة، اتجمعت واتعصرت وبقت كأس واحدة. فكان ده بيعطي الانسان سر الشركة. فداود حب انه يوحد كل الشعب في شخص الله. وقرص التين وقرص الزبيب رمز انه جاي متاخد من الكرمة، متاخد من الغصن اللي في الكرمة، فعايز كلهم يقولهم ان انتوا تثبتوا في الكرمة. عشان نحيا حياة الشركة لازم نكون ثابتين في الكرمة، عشان يكون لنا الوحدانية الواحدة. وكل جمهور اسرائيل رجالا ونساء، على كل واحد رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب. ثم ذهب كل الشعب كل واحد الى بيته، ورجع داود ليبارك بيته. كمان منسيش بيته، عايز يوصل الخبز والكأس وقرص الزبيب للبيت بتاعه كمان. وهنا نشوفه انه كراعي امين ايضا كان لابد ان يهتم ببيته، ان يديهم نفس احساس الشركة اللي موجود عن الشعب. كان لازم يهتم بيهم ويوصل لهم النقطة دهية. ورتل او كتب ثلاث مزامير حلوين بمناسبة اقتحام فارس عزة. كتب المزمور 15: يا رب من يسكن في مسكنك ومن يسكن في جبل قدسك الا الثالث بالعيب، عشان كده قال للكهنة تقدسوا. وكتب المزمور الثاني 24 اللي فيه بيقول: ارتفعي ابواتها الابواب الدهرية، افتحوا ايها الملوك ابوابكم ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القوي الجبار القادر في الحروب، هذا هو ملك المجد. اللي احنا بناخد منه تمثيلية القيامة او تسبحة القيامة، ان دي كل الابواب تتفتح قدام التابوت
لانه ده ملك المجد داخل. وكتب المزمور 68: ليقم الله وليتبدد اعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. استغل نفس العبارات اللي كان بيقولها موسى لما كان التابوت بيتحرك. لكن بعد ما نجح في المحاولة التانية كتب مزمور حلو اللي هو المزمور 30 اللي هو: اعظمك يا ربي لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. ان حصل المرة الاولية يعني الناس شمتت فيه، بقى دي كده يد ربنا ايه رفضك، موت لك عزر، بوظ لك الموكب. لكن لما ربنا نجحه تاني مرة قالوا: اعظمك يا رب لانك احتضنتني. وكأنه في رأسه اللي كان بيرقصه قدام التابوت كان بيحتضن الرب او بيتلقى الحضن من الله. لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. وقال التعبير اللطيف: للحظة غضبه، يعني غضبه المورد لحظة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح الترنم. إن غيرت كل ده، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا. تكلم عن التغيير اللي عمله ربنا لما قبل ان هو يخش الى مدينة داود او الى اورشليم في المرة التانية، وان ربنا ما كسفهوش. طبعا في موضوع ساعات بنسأل اسئلة تافهة فيه كتيرة قوي. ما هو داود رقص قدام ربنا وبعدين واحد يروح يحضر معرفش في كنيسة ايه ويرجع يقول طب ما صحيح داود رقص قدام ربنا، هو الرقص حرام؟ ما هم بيرقصوا في الكنائس، الرقص حرام وانتوا يعني مقفلين وانتوا يعني معرفش ايه. داود رقص نتيجة حاجتين: حب متدفق جدا ناحية الله، واختبار حي لعمل الله في حياتك. سيادتك لما يبقى في قلبك الحب المتدفق ناحية الله والاختبار الحي بعمل الله ابقى ارقص. لكن ايه المشكلة ان احنا بنيجي في الهيفة ونتصدر، كل اللي نتعلمه نمسك الرأس ونسيب الحب والايه والاختبار. تفكير الانسان تفكير عقيم. لما يبقى في قلبك فعلا قوة الحب المتفجرة اللي كانت في قلب داود ارقص، لان ده صح. مش مهم الشكل، لكن المهم الدافع لرقص من اجله. لكن احنا نيجي بقى نرقص لكن ما يكونش قلبنا في حب ولا في اختبار. نيجي في الخيبانة يعني ونمسك فيها، نيجي في المظهر ونتمسك في الشكلية بينما نترك الجوهر. لكن في نفس الوقت ولكن مع هذا، واحد خادم مثلا يقول يروح فرح يعزموه فرح يقول ارقص، يقول انا ضميري مفيش حاجه غلط وبرقص وبتصرف بسلامه نيه، محدش يقدر يحاسبني على اللي جوايا، محدش يعرف اللي جوايا. ماشي، الكلام اللي انت بتقوله صح. لكن في نفس الوقت ان كان لحما يعفر اخي، برغم ان اللحمه ما فيهاش غلط، فلن اذوق لحم الى الابد. اذا كان لحما يعفر اخي فلن اذوق لحما الى الابد. لازم يبقى لنا المخ المفتوح، مش يقول طالما انا يعني ضميري ما فيهوش حاجه خلاص. لا، طب واخوك اللي هيعفر فيه واللي هيقول اهو ده بيعمل كده، تقول هو الراس فيه حاجه؟ ما هو داود رقص قدام ربنا. نرجع نلف حوالين بعض وندور حوالين بعض. في تهكمات وفي تبريرات عقيمة. لما يبقى في حياتك الفرح فعلا اللي اختبره داود والحب اللي اختبره داود وعمل الله اللي اختبره داود ابقى ارقص. لما يبقى اساسك سليم هيكون تصرفك من الخارج سليم. لكن نقعد نتمسك في شوية شكليات في الكنيسة، وانتوا كنيسة متأخرة وكنيسة معرفش ايه، ده الكنيسة التانية تبقى مليانة عشان بيرقصوا فيها. هو الهدف يعني الرأس ده هدف في حد ذاته، ولا الناس الكتيرة اللي بتروح عشان ترقص دي فرحانة فعلا بربنا وبتمجد الله؟ لازم يبقى الانسان عنده الوعي والادراك الواسع. فخرجت ميكال بنت شاف، ايوه، بس برضك ياخد باله من المنظر انه ما يعصرش اخوه. ايوه يا حن، ايوه ايوه، تعبير فرح. الزفه في الكنيسه تعبير فرح بالله وتهليل بيه. بس ما نرجعش بقى يعني نقول لا عايزين نرقص. ايه عايزين نرقص؟ كمل. فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود. تخيلوا ده جاي يديها رغيف الخبز وكأس الخمر وقرص الزبيب ويقول لها نعيش حياة الشركة، لكن هي للأسف مش فاهمة. استقبال داود وقالت: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم،
حيث تكشف اليوم في اعين اماء عبيده كما تكشف احد السفهاء. يعني بمعنى مباشر عبرت عن الاحتقار اللي كان في قلبها، ان انت واحد سفيه تقلع البدلة الملوكية الاحترام بتاعك وتلبس اي لبس وتقلد زي بقية الناس. ما اكرمك اليوم، انت نسيت كرامتك ونسيت مجدك، كأنها بتقول ان انت سفيه. كانت صليطة اللسان جدا. فقال داود لميكال، بصلها كده وقال لها كلمة افحمها، يعني انما امام الرب الذي اختارني دون ابيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب اسرائيل، فلعبت امام الرب. انا ما كنتش برقص قدام الناس، انا كنت برقص قدام الرب اللي اخذ المملكة من ابوك والدهاني. واني اتصاغر دون ذلك، لو قدرت كمان اتصاغر اكتر من كده اتصاغر قدام ملك اسرائيل، واكون وضيعا في عيني نفسي وامام عند الاناء التي سكرت. لكن كل هذا الاتضاع بي اتمجد، لاني يكفيني فخر ومجد انني اكون امام تابوت عهد الرب. ولم يكن لميكال بنت شاول ولد الى يوم موتها، لانها رفضت الله او استخفت بالله اللي بيرقص قدامه داود. يعني انت مش عايزه ربنا، خلاص ما يبقالكيش ولد، ما يجيش منك المسيح. انت رفضت المسيح ورفضت مسيح الرب اللي بيرقص ويفرح بالرب، خلاص ما يجيش منك مسيح. ما كانش ليها ولد لحد ما ماتت. فوات كتير الناس ما بتفهمش، لان رؤيتها نظرة او رؤيتها مشوهة. اللي بيبقى في قلب الانسان يعني تضيع اسبوع من عمره تقعد تدرس فيه درس كتاب بسفاها تفاها. روح شوف لك فسحة، روح معرفش فين، اعمل ايه، شوف مزاجك، روح اعمل شغل، هات قرشين. لكن تضيع اسبوع مع ربنا ده سفاهة، حاجة ملهاش معنى في نظر اهل العالم. واحد مثلا عمال يخدم صبح وبالليل في الكنيسة، يقول له يعني انت اتجننت، ما تدور حاجة لمستقبلك تعمل لك قرشين. واحد مثلا يسيب العالم ويكون في وظيفة ومركز وغنى ويروح الدير ويدي حياته كلها لربنا، يبدأ سفاهة. ما كان ممكن يعمل حاجات احسن من كده بالامكانيات اللي معاه. الناس ما بتفهمش الحتة دي لانها ما اختبرتش، ما حسيتش، ما بقتش كده. في ترتيلة تعلمتها، وكانت الترتيلة دي انا اعترف فعلا ان كان ليها تأثير كبير جدا في حياتي. ويمكن كنت في وقتها في ثانوية عامة وجبت مجموع كبير على عكس العادة، يعني السنة الوحيدة اللي جبت فيها مجموع كبير. وكنت في احد الاديرة فعلمنا راهب، كنا مجموعة من الشبان، وعلمنا راهب الترتيلة دهية عن موقف داود. انا هقولها لكن لو حبيتوا تحفظوها نبقى نحفظها في اي وقت تاني. بتقول رأى داود أمام تابوت عهد الله، خلع ثياب المملكة وشرف العالم رانا، شرف العالم رانا، شرف العالم رانا، خلع ثياب المملكة وشرف العالم رانا، طلت عليه ميكال أيضا من القوة، هتاف قدام التابوت كان يعطيه القوة، كان يعطيه القوة، كان يعطيه القوة، هتاف قدام التابوت كان يعطيه القوة. قالت له ميكال ما أكرمك اليوم، تتصغر قدام العبيد وانت راجل مكروم، وانت
دام العابد وانت رب المكرم. قال لها داود الرب اختارني اخذ المملكة من ابيك وقد اعطاني أخذ المملكة من أبيك وقد أعطاني إن بيلول ما تفكم هشما غصب عنهم ما اختبرش باشئف العقول باشئف العقول باشئف العقول غصب عنهم ما اختبرش باشئف العقول. وهو ده تمرد اللي يمثل الصراع ما بين انسان الله والعالم. الناس حاولت تقول له الهتاف بتاعك ده مش مظبوط، اللي انت بتعمله ده مش صح، انك تدي كل قوتك وكل فرحك وكل حياتك لربنا ده مش صح. فيرد عليهم من غصب عنهم ما اختبروش، هم بيقولوا كده غصب عنهم لانهم ما دقوش، لان الشيء ده اللي انا دقته شيء يفوق العقول، ما يعرفوهوش ما يفهموهوش. كانت ميكال شخصية عجيبة جدا، لكن لينا فيها شوية دروس ونقف كده مش هنقدر نسيبها الا لما نقف عندها. هي كانت بتحب داود، لكن ما كانتش قادرة انها تشارك داود في حبه لله. كان بتحبه فعلا، لكن ما قدرتش تعيش حياة الشركة معاه، ما قدرتش تعيش في شركة مع الله اللي بيحبه داود اللي هي بتحبه. كان اختلاف وجهات النظر تجاه الله بينهم شديد جدا. هي في نظرها ان موضوع الله ده سفاهة. ميكال داود كان مركز نظره على تابوت العهد اللي رمز تجسد الابن الوحيد اللي هيصنع خلاص، باصص بالرؤية دهية، بينما ميكال كل نظرها كان متعلق بالجبة الملوكية، انه قلع هدوم الملك. كل نظرها مركز على الجبة الملوكية المخلوعة، شافته عريان من غير الجبة الملوكية دي. ما كانش بينهم اي تفاهم روحي خالص، كانت حياتهم هما الاثنين نشاز، ما كانش فيها تناغم، لان ده كان حاجة ودي كانت حاجة تانية خالص. كانوا بيحطوا من المبادئ الاساسية في الزواج انه لازم يكون زواج تكامل. صحيح ما هوش التطابق المطلق، لكن لازم الزواج يبقى فيه تكامل بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، وان اللي يجمع هذا التكامل هو الله، مش رغبات الانسان او نظرته السطحية او شهواته او دوافعه او مصلحته. لان زي ما كلمتكم في زواج سياسي بهدف الغرض المصلحة او الانتفاع، حتى كمان زواج ميكال من داود ان كان شاول او شكله كده انه حاجة من نوع من السياسة يعني، لكن حتى ما قدرش يوافق الحتة دهية، لان حتى الزواج السياسي بيحرص في النهاية هدفه ان العلاقة تظل قائمة بين الاتنين. لكن شاول كان في ذهنه حاجة تاني لما جوز ميكال لداود، كان هدفه ان العلاقة دي تنتهي بموت داود حتى لو بنته اصبحت امرأة مترملة. كان هدفه من الاول مش انه يستمر، هدفه انه ينتهي. عشان كده قلنا ده في الاول، بقى ارجع للكلام الاول، كان ياخدها منه ويديها الاخر، وبعدين يرجع يستردها داود في موقف منتهى الاذلال والقسوة، لدرجة ان زوجها التاني عمال يبكي وراها ويمشي. ما كانش زواج قائم على اي اساس خالص، غير شوية حاجات تافهة هتنهد. ما كانش الزواج بتاع المسيح ان اصنع له مهيما نظيره، او ليس الاثنين بعد اثنين بل جسد واحد. ما قدرش يحقق الزواج ده حياة الشركة، برغم ان داود حاول يقدم لها رغيف الخبز وكأس الخمر وقرص الزبيب. كان اعتبر الزواج ده زواج مكافأة،
ان اللي يقتل جلياط ياخد بنت الملك مكافأة. عمرنا الزواج يبقى مكافأة، لكن الزواج تكافؤ وليس مكافأة. الزواج هو من فضل الله وليس من فضل البشر على الانسان. ده يعني شاول الانعم بالزوجة دي على داود، لكن الزواج الحقيقي تقول ايه في سفر الامثال: الميراث من الاباء اما الزوجة فمن الله. حتى ان داود في الاول كان متردد جدا، كان خايف من الموضوع ده، وقال مين انا، وحاول يتهرب منه لكن ما قدرش، وقع في الفخ. الزواج اللي معروف ان فيه تكافؤ، وكلمة تكافؤ يعني الاتنين قد بعض، في تكافؤ اجتماعي وثقافي وفكري ونفسي وروحي وجسدي. لكن بتحصل غلطة في زيجات كتيرة تخليها تفشل، ان ممكن طرف يتزوج بالطرف الاخر شفقة على الطرف الاخر، يعني الواد ده غلبان وبيحبني وهيتشحطف من غير اتجوزه، او يعني ده مسكين وغلبان كده الواحد يعطف عليه. زواج الشفقة او ده ظروفه صعبة يعني طب نشفق عليه. الشفقة دي معناها حاجة اكثر من كده، انها لا يمكن الشفقة هتستمر، لان عشان الزواج يستمر لابد ان يكون فيه تكافؤ، تكافؤ يعني اتنين قد بعض. واذا حس الانسان بشفقة ناحية اخر، فالخوف الاخطر ان يكون وراء الشفقة دي استعلاء، كبرياء، ان في واحد حاسس انه اعلى من الثاني لكن هيتنزله. يعني زي مثلا واحدة ترضى تكون غنية جدا جدا وترضى بواحد فقير، نتنازل عن الموضوع. هي ما تنازلتش داخليا، هي تنازلت شكليا، لكن ظلت تشعر ان هي احسن منه 1000 مرة، عشان كده بينعكس على سلوكها وتطلع عينيه 2000 مرة، لان ما كانش مبني على تكافؤ لكن على كبرياء استعلاء وعلى شفقة. الزواج اللي بيتم لمجرد انه ليه في غرض او مصلحة ملوش اي اساس روحي او معنى روحي، بالظبط كده يشكل جريمة. والجريمة دي هتظهر اما في المدى القريب او في المدى البعيد، لكن هتظهر. كان في سبب تافه اخر قد يبدو انه عظيم، لكن هي اتجوزته بسببه وهي اتجوزها بسبب الاعجاب. هي شافته بطل وشكله اشقر مع حلاوة العينين، والبنات طالعين بالدفوف والرقة عمالين يغنيله منظر كده امتلكه اخده ليا. وبالرغم ان ميكال كانت عارفة ان داود مش ليها، داود كان لمين؟ لاختها الكبيرة. ده جننها اكتر، ان اللي معجبة بيه وبيخبطوله بالدف وبالرق ده مش ليها، ده لاختها. والحرمان يضاعف الرغبة، فما صدقت يعني ان الموضوع فشل، وراحت اعلنت ان هي بتحبه. هو ايضا كان معجب بالفكرة داود، في الاول حس انه ما يعني ما يستحقش، وانه غلبان وفقير، وبعدين لما لقوله بمئة غلفا من الفلسطينيين، طب وماله من جرب من صهر الملك، فكرة حلوة كويسة، اعجب بالفكرة زائد شكلها حلو، ماشي في الموضوع. قد يكون الاعجاب يكفي لبداية الموضوع فقط، لكن لا يمكن ان الاعجاب يمشي في الموضوع مستمر. شفت واحدة عجبتك ولا شفت واحد عجبك، قد يكون بداية للموضوع، لكن لو كان كل اللي انت هتبني عليه حياتكم هو موضوع الاعجاب فقط، فبيقولوا على الاعجاب ده تعبير لطيف قوي، انه يبدأ كنهر جارف يجرف كل حاجة قدامه، العقل والعاطفة وكل شيء، ويتحد ممكن اقصى صعوبات. لكن هذا الاعجاب اللي زي النهر الجارف، بعد شوية شقوق الارض تبتدي تمتصه، شقوق الزمن وصعوبات الحياة وتراب الحياة يبتدي يمتص الاعجاب ده، هو تبتلع الارض وتبتلع الزمن. عشان كده يتحول الاعجاب ده الى احتقار، لان هذا الزواج ما كانش مبني على اساس روحي، على اساس سليم، على وسيط روحي، كان شوية مصلحة وشوية مكافآت شوية اعجاب. ممكن الاعجاب ده يستمر فترة، لكن مع طول الزمن ما بيكملش، علشان زي ما بولس الرسول بيقول: لا يكن احد مؤمن تحت نير مع غير الايه المؤمن. اذا كان النير اللي بيحطوه على تورين، لازم التورين اللي يختاروهم يبقوا في تكافؤ مع بعض، عشان النير ما يبقاش عالي في حتة وواطي في حتة، عشان هما الاتنين يشتغلوا مع بعض. فهم ازاي عاشوا في شركة وهما الاتنين مختلفين كلياتا؟ ده اللي يعني بياكلوا داود ويتلذذ بيه،
بيبقى في نظر ميكال سم، واللي عزيز في نظر داود تتجنن منه ميكال، واللي مفرح جدا لداود محزن جدا لميكال، واللي ذا قيمة عظيمة في نظر ميكال سفاها. ازاي تبقى في حياتهم شركة؟ عشان كده بيحذرونا من الاعجاب بولس الرسول. واحدة مثلا شافت واحد ما هوش مكافئها، مش نفس مبادئها ولا روحياتها ولا الدين بتاعها ولا الاخلاقيات بتاعتها، لكن اعجبت بيه وفعلا قد يستحق الاعجاب. اخلاقه كويس، تصرفاته شاه، غني، في صفات حلوة، لكن ما ينفعش. الموضوع مش موضوع شوية حاجات اعجبت بيها وانبهرت بيها، الموضوع بقى لي شركة مع ربنا. لو انا عايز يبقى لي شركة مع ربنا وهو ملوش وانا عايز، ما ينفعش احنا الاثنين. اي خلطة للبر مع الاسم، اي خلطة للنور مع الظلمة، واي خلطة للملح مع السكر، ما تجيش الا عندنا عند الاثنين. ما كانتش ميكال قادرة تتدوق طعم الحاجات الحلوة اللي بيتدوقها داود. اعظم المسرات اللي بيدوقها داود كانت بالنسبة لها كلام تافه ما يستحقش، عشان كده لانها ما قدرتش تدوق وتعيش في حياة الشركة اللي كان عايش فيها داود، قد هدا الى عدم الحب، ابتدت تزهق منه بقى. وبعدين عدم الحب ده ابتدى يتحول الى كراهية صريحة، الكراهية الصريحة دي تتحول الى احتقار، وبعدين الاحتقار ده يتحول الى اذاء متعمد صليطة اللسان، وبعدين في الاخر يحول الحياة كلها الى نكد، الى نكد. بالنسبة لها ما كانتش بتفهم اللي بيفهمه داود. داود بالنسبة له ما جئت بوت الله الى بيته الى مدينته والى الى حياته، ده حاجة كبيرة جدا، لكن هي كان بالنسبة لها دي زفة يعملوها شوية العيال الغلمان. لكن انت ملك تظل لابس الحلة الملوكية بتاعتك. الحدث اللي هز جيان داود وخلاه يعني يتخلى عن كل شيء، ما قدرتش تفهمه، ما قدرتش تدوقه، ما قدرتش تحس بيه. كل الشعب خرج متهلل بالتابوت الا ميكال، زي ما بيقولوا انها كانت بنت ابوها، لان الله بالنسبة لها ما كانش يمثل شيء. ابوها كان طول وفارع جدا وطويل قوي، لكن كان قزم جدا في الحياة الروحية، ما كانش ليه اي خبرة بالحياة الروحية او معرفة بربنا. وبنته طلعت له كل اهتماماتها تحط مانيكير ايه، وتعمل شعرها ازاي، وتلبس ايه، وتتمتع ازاي، وتتكلم عن الناس ازاي، لكن ربنا ما كانش ليه اي دور. عمرها ما راحت انها تقعد مثلا تسمع التسابيح في بيت الله، عمرها ما سمعت مزمور بيرتل، عمرها ما اشتركت في عبادة، عمرها ما اشتركت في تقديم ذبيحة، ما تعرفش الحاجات دي. كيف تتفق مع داود اللي بيدي حياته وقلبه كله لربنا؟ كان اختيار خاطئ، لانه قام على اساس خاطئ، خان، لكن محدش منهم نكد عليه غير دي. كان داود عبارة زي ما عبر عن نفسه انه شجرة مغروسة على نجار المياه كل يوم بتستقي من ينابيع الله، وكانت ميكال كالعصافة الذي تزريه الريح. صحيح كانت ابنة ملك وزوجة ملك، كانت ابنة ملك وزوجة ملك، يعني عندها من الامكانيات ما لم تكن تحلم به اي فتاة. لكن بالرغم من الامكانيات الجبارة اللي عندها، الا انها كانت اتعس واحدة في حياتها، قدرتش تفرح. كان عبارة عن ينبوع من التعاسة لنفسها ولجوزها، ما قدرتش تفرح، كانت عايشة في حياة نكد، برغم انها كانت تمتلك مقومات كثيرة للنجاح. ويمكن الناس من مرة تتمنى ان تبقى في وضعها، بنت ملك وزوجة ملك، عشان كده كانت متقلبة. اللي حبته يوما ما واعجبت به يوما ما تحتقره في اليوم الاخر. وفي احتقارها لزوجها، في احتقارها لزوجها في واقع الامر كانت بتحتقر نفسها، كانت بتحتقر نفسها، لان اي طرف يحتقر الاخر هو بيحتقر نفسه، لان الاثنين ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. كانت صليطة اللسان، احد السفهاء
وصلاة اللسان دي يعني هي سبب كل المشاكل اللي في كل البيوت. ان واحد بيقول كلمة التاني بيرد عليه 20 كلمة بصلاة اللسان، عشان كده ما يبقاش فيه سلام في البيت، يبقى فيه خناقة باستمرار. وعجيب ان من الفم الواحد واللسان الواحد وللرجل الواحد خرج كلام الاعجاب مرة وخرج كلام الاحتقار مرة ايه اخرى. من انسان واحد، فم واحد ولسان واحد ولرجل واحد خرج الاثنين النقيدين. كان زي ابوها، مفيش تناغم في حياتها، متقلبة باستمرار. كانت النتيجة ان ما كانش ليها ولد، وهي قاعدة كده في وسط الكومة اللي عند داود، والعيال عمالة تتنطط في كل جنبات القصر، فرحانة جدا وعمالة تلعب وهي ملهاش ثمر الفرح. لدرجة ان زي ما هنشوف بعد شوية اختها الكبيرة تموت وكان ليها 5 اولاد، فتتبناهم ميكال، عايزة ثمرة ليها باي طريقة. لكن حتى نشوف الخمسة دول اللي هيحصل لهم بعد شوية. في حد كان عايز يقول حاجة؟ طب بس واحدة هتصدقوا التانية دي. ممكن طبعا، غير تكافؤ روحي، غير تكافؤ في المبدأ وفي العقيدة. الحتة دي خطيرة جدا، لا تكون في نير مع غير المؤمن. مش بس ان ما تاخدش او ما تاخديش المسيح اللي ملوش علاقة بربنا، لا، ده بالاولى كمان اللي ملوش علاقة بالمسيح خالص، حتى وان كان اخلاقه كويسة، حتى لو كان صفاته كويسة، لكن مش هيساعدك انك تثبت في الله. ايوه مثل ده عقاب من ربنا، ولانه فعلا العقاب ده لان هي ما كانتش عايزه الشركه دي. ايوه احنا قلنا الكلام ده من الاول، يعني كثره ازواجه زوجاته كان لاهداف سياسيه والاغراض مصلحيه، وفي نفس الوقت هو كان عايز اولاد كتيره، بالرغم ان ده كان ضد اراده الله، لان قلنا ان ربنا وصى ان المالك لا يكسر النساء ولا يكسر الخيل.